اهلا بحضراتكم مره اخرى. نواصل حلقتنا عن الجدارات. يبقى احنا قلنا ان الجداره على الشاشه بتاعتنا هي عباره عن في التعليم والتدريب المهني يعتبر الطلاب جادرين عندما يكونوا قادرين على تطبيق مهاراتهم ومعارفهم تطبيقا متسقا بمستوى الاداء. ودي اهم حاجه، ان لازم يكون التطبيق متسق بمستوى الاداء المحدد في مواصفات الوحدة اللي بيدرسوها والموضح في ظروف مكان العمل. تمام، يبقى ده كده كان تعريف الجدارة. احنا عايزين نعرف ايه آليات اعداد المناهج بالنسبة للجدارات. الجدارات بتاعتنا سوق العمل اشترك معايا، سوق العمل بيضع المعايير المهنية. المعايير المهنية دي باخد منها معايير التأهيل والتقييم. معايير التأهيل والتقييم دي بتخليني ان انا ابدأ احط المناهج بتاعتي واحط معايير التعليم في المنهج بتاعي. يبقى انا عندي معايير التأهيل والتقييم بستنبط منها معايير التعليم بتاعتي وببدأ اضع المناهج بتاعتي، وبعد كده ببدأ اعمل برنامج التعليم والتدريب للطلبة بتوعي. طبعا مين اللي بتقوم بوضع برنامج التعليم والتدريب؟ التعليم والتعليم الفني وقسم المناهج او تدريس المناهج. طيب انا بعد ما بحط المنهج بتاعي لازم اعمل تحقق من الصناعة عليه، ولما بحط برضك برنامج بتاعي لازم اعمل تحقق من الصناعة علشان يبقى المنهج ده والاطار اللي انا حاطه للبرنامج لازم يكون الصناعة موافقة عليه، علشان ده يبقى احتياجاتهم او المنهج ده يكون بيلبي احتياجات الصناعة من العمل، علشان بعد كده تبقى يعني في قبول للطالب بتاعنا والمهارات اللي هو خارج بيها تكون مواكبة فعلا لاحتياجات الصناعة. بعد كده بيتم بعد ما بضع المنهج وبعمل له بحط له المعايير التقييم بتاعته بيبدأ يطلع لي شهادة تسمى شهادة الجدارات، وشهادة الجدارات دي بتبقى مواكبة لاحتياجات مين؟ سوق العمل. يبقى انا عندي سوق العمل بيضع المعايير المهنيه، المعايير المهنيه ديت بتبقى فيها معايير التاهيل والتقييم، باخد معايير التاهيل والتقييم بتاعتي ديت وببدا احط منها المناهج بتاعتي، وبعد ما بحط المنهج ببدا احط منهج او برنامج التعليم وبرنامج التدريب عندي في المؤسسات التعليميه. طبعا اللي بيبقى مسؤول عن ده التربيه والتعليم او وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، وبعد كده بعتمد بردك كوزاره شهاده الجدارات للطالب، والشهاده ديت بتخرج بيتوظف بيها في سوق العمل. دي اليه اعداد المناهج لمنظومه القائمه على مناهج الجدارات. لو جينا قلنا ايه الفرق ما بين التعليم التقليدي والتعليم القائم على الجدارات. التعليم التقليدي كان بيطلب من المتعلم حفظ جزء كبير، يفضل المتعلم او يفصل المتعلم الموضوعات التي تحتوي عن الحقائق عن الموضوعات التي تحتاج الى تفكير. ما كانش الطالب عنده يعني سنس التفكير والابداع والابتكار، ده في التعلم التقليدي كان الطالب دايما متلقي للمعلومه مش مشارك نهائي في المعلومه. كان الطالب دايما المنهج بيعتمد على نسبه كبيره جدا من الحفظ مش التطبيق، وحتى لو كان في تطبيق كان التطبيق غير ملائم او حاجات كتيره جدا كانت فيه كان بتبقى غير ملائمه لاحتياجات او مواكبه التكنولوجيا واحتياجات سوق العمل. فبالتالي التعلم التقليدي كان تعلم جامد، تعلم غير مرن. طب ايه الفرق بقى ما بينه وما بين التعلم القائم على الجدارات؟ التعلم القائم على الجدارات احنا لو لاحظنا في الصوره بتاعتنا ديت ان احنا بدات فيه مشاركه، بدا فيه نقل خبره ما بيننا وما بين بعضينا، بدا فيه الفرصه ان احنا نبدا نتكلم ونشارك ونبتكر ونبدع في المعلومه. المعلومه ما بقتش ثابته على المعلم، المعلم ما بقاش هو محور العمليه التعليميه، بقى الطالب هو محور العمليه التعليميه. فبالتالي لماذا نتوجه نحو التعليم والتدريب على الجدارات؟ الإحساس العام بعدم جدوى الشكل التقليدي النظري لمناهج التعليم الفني الحالية بسبب الانفصال بين ما يتم تعليمه وبين الأداء والممارسة في عالم الواقع وسوق العمل. الاتجاه إلى تحويل النظريات إلى أسس عملية وإلى كفاءات تعليمية يظهر أثرها في أداء مين؟ المتعلم. يبقى احنا دلوقتي توجهنا للجدارات علشان اشتغل وفق معايير محددة يظهر اثرها في مين؟ في المتعلم.
بقولك اتعلم بطريقه مختلفه. الجدارات هنا بتقول لنا اتعلم بطريقه مختلفه، يعني ايه؟ فكر وابدع وشارك. يبقى في الحاله دي انا لازم اتعلم واكون مشارك في العمليه التعليميه، لازم اكون انا محور العمليه التعليميه. ايه راينا في نزول الميدان ولا التدريس في الفصل الدراسي؟ يبقى اكيد نزول الميدان ده هيكسبني خبره كبيره جدا في عمليه التعلم. انا لو نزلت الورشه بتاعتي واشتغلت في الورشه بتاعتي ودرست مع المعدات الحقيقيه ولمست المعدات والادوات بايدي، عمري ما هنسى المعلومه. انما لو اخدت المعلومه نظريه طبعا ممكن هي بيبقى اثرها في دماغي بيكون بسيط جدا. اذا التعلم القائم على الجدارات بيبقى فيه مشاركه، يبقى يحرص التعلم القائم على الجدارات عاده على الفهم، ممارسه المهارات، الالتزام بالسلوك وباخلاقيات المهنه. يخصص للمتعلم وقت كافي للتفكير. الجدارات او التعلم التطبيقي والعلمي والعملي بيخصص للمتعلم وقت كافي جدا للتفكير. يرتبط المتعلم الافكار الجديده او يربط المتعلم الافكار الجديده بمواقف الحياه التي يعني بيكون فيها. يعني انا بربط دايما المنهج بتاعي بالحياه العمليه، دايما المعلومه بتاعتي بربطها بالحياه العمليه، انا هستخدمها في ايه؟ في الحياه العمليه بتاعتي. طالما ان انا ربطت المعلومه بالواقع الفعلي للصناعه، في الحاله ديت هيبقى التعليم تطبيقي عمره ما هيتنسي. الحاجه الثانيه ان انا لما انفذها وفق معايير اداء محدده يبقى انا كده بنفذ المهنه بتاعتي بجداره. يركز التعلم القائم على الجدارات على الكيفيه مش الكميه. ماذا نغير لنحقق التعلم القائم على الجدارات؟ احنا عايزين نعرف دلوقتي احنا هنغير ايه علشان نحقق التعلم القائم على الجدارات. محتاجين نغير ايه؟ محتاجين نغير ادائي كمعلم واداء المتعلم اللي معايا. المنهج هو المنهج، بس الاداء وطريقه التعليم نفسها المفروض هي اللي هتتغير. طيب احنا مع بعض هنشوف المعلم المفروض يغير ايه في نفسه والمتعلم المفروض يغير ايه في نفسه. تمام. يبقى انا علشان احقق التغير، علشان اشتغل بمنهجية الجدارات بطريقة صحيحة، يبقى انا لازم ادواري كمعلم تختلف وادواري كطالب تختلف. هناخد مع بعض كده دورنا كان ايه في التعلم التقليدي ودورنا المفروض يكون ايه في التعلم القائم على الجدارات مع بعضينا. نشوف على الشاشة بتاعتنا ماذا نغير لتحقيق التعلم القائم على الجدارات. قال لنحقق التعلم القائم على الجدارات لابد من تغيير اسلوب ادارة الصف، اساليب التقويم، استراتيجيات التدريس، ادوار المعلم وادوار المتعلم والانشطة اللي بيبدأ يشتغل فيها الطالب. يبقى علشان نحقق التعلم القائم على الجدارات لابد من تغيير هذه الأشياء. أول حاجة أسلوب إدارة الصف يتغير، أسلوب التقويم والتقييم يتغير، استراتيجيات التدريس اللي أنا بتبعها خلاص ما بقتش متمركزة حول المعلم، بقت متمركزة حول الطالب، والطالب بقى محور العملية التعليمية. دور المعلم طبعا هيختلف، دور المتعلم هيختلف، الأنشطة اللي أنا هوزعها على الطالب هتبقى بشكل مختلف تماما عن التعلم الإيه؟ التقليدي. فهنا بيقول لي دور المعلم ناقل للمعلومة وملقن للطالب، إنما هنا في التعلم القائم على الجدارات هيبقى ميسر للتعلم وموجه ومدير للوقت. يعني أنا هديك مهارة وهقول لك اشتغل فيها وهبدا اوجهك فيها وابدا ايسر عمليه التعلم معاك، انما مش هفضل ايه اقول المهاره دي هتعمل 1 2 3 4 وانت سامع وبس. لا، يبقى في الحاله دي انا هيكون مين هو اساس العمليه التعليميه؟ الطالب. التعلم التقليدي يعطي كافه التعليمات والتوجيهات، هنا التعلم القائم على الجدارات هيستخدم اساليب المشاركه وتحمل المسؤوليه. التعلم التقليدي كنت بفرض النظام اللي انا هشتغل بيه في الفصل، هنا التعلم على باستخدام الجدارات بيشارك الطالب في وضع النظام اللي هنبدا نشتغل فيه في الفصل بتاعنا. ينظم ويحدد جميع الانشطه، انا بنظم وبحدد جميع الانشطه اجباري،
انما بالنسبه للجدارات بنوع في الانشطه بتاعتي، وبيشارك الطالب في اختيار النشاط اللي هو هيقوم بيه. تمام. يبقى انا عندي دلوقتي بالنسبه للجدارات انا بقيت ميسر للمعلومه، الطالب بدا يشارك معايا وبدا يتحمل المسؤوليه. الطالب لازم يشارك في وضع النظام اللي احنا هنشتغل فيه مع بعض في قلب الورشه او الفصل، ينوع يبقى في تنوع في الانشطه اللي احنا بنديها للولاد، وفي مشاركه دايما للطلاب في اختيار النشاط. طب دور المتعلم بقى، دور المتعلم ده كان الاول سلبي متلقي للمعلومه فقط، يتقبل النظام الذي يفرض عليه، ينتظر تعليمات من المدرس. طب في التعلم القائم على الجدارات دلوقتي دور المتعلم بقى إيجابي مشارك، يبحث المتعلم عن المعلومة بنفسه من مصادر متعددة. يعني أنا ده دلوقتي الطالب بقى عليه يعني عبء كبير جدا في ان هو مش هو هتجيله المعلومة سهل، لازم يبحث ولازم يطور نفسه ولازم يشوف أنشطة كتير جدا يمارسها علشان يبقى بيتعلم المهارة بتاعته بشكل جدير. يبقى لازم الطالب يشارك ولازم يشتغل بإيده، ولازم الطالب يكون باحث لنفسه عن المعلومة، يشارك في اختيار نظام التعلم بتاعه وتطبيقه، يشارك في توزيع في توزيع الخامات بتاعته، يعني يكون مشارك في كل حاجة في قلب الشغل بتاعه، ويكون متحمل المسؤولية بتاعته في كل حاجة هو بيشتغل بيها. تمام. احنا عايزين مع بعضينا كده هنعرض يعني دليل طالب، ودليل دوت هيكون يعني ايه بقى تدريس على الجدارات، واحنا دلوقتي عايزين نعرف يعني ايه هو دليل المعلم اللي احنا ممكن نتعرض له واحنا شغالين، وبيحتوي على ايه دليل المعلم ده. احنا هنعرض مع بعضينا كده دليل معلم لأحد المهن، وهنعرف من خلالها ده وحدة من الوحدات اللي احنا بندرسها في مدارسنا، اللي هي وحدة لتخصص الميكانيكا، والوحدة دي بتبقى وحدة شاملة او عامة على تخصص الميكانيكا، اللي هي تجهيز لانتاج الاجزاء الميكانيكية البسيطة. ده دليل معلم. دليل المعلم بتاعي هيحتوي على ايه؟ بيحتوي على مجموعة من الانشطة بتاعتي اللي المفروض ان الطالب مطلوب ان هو يتعلمها علشان يتخرج يبقى بيواكب هذه المهنة في سوق العمل بتاعي. فهنا بيبقى مخرجات التعلم بتاعتي بيقول يجهز مكان العمل ويحدد الادوات والعدد المستخدم. طيب انا عايز اعرف دلوقتي يعني ايه بقى هنا الوحدة دي بتتكون من ايه؟ قال لي بتتكون من حاجة اسمها مخرجات التعلم. يعني ايه مخرج التعلم؟ مخرج التعلم ده الهدف منه اللي هو الناتج او الهدف اللي انا عايز اعلمه للطالب بتاعي بعد التخرج. الهدف بتاعي ان انا عايز اعلمه للطالب بتاعي بعد التخرج ان هو يجهز مكان العمل، يحدد الادوات والعدد المستخدم. ده كده مخرج التعلم. يعني ايه مخرج التعلم؟ يعني الهدف المرجو من الوحدة ديت بعد ما احنا ما ندرسها، الطالب لازم يبقى عارف ان هو يجهز مكان العمل ويحدد الادوات والعدد المستخدم. طيب انا عايز اعرف بقى لما اجي اخد المخرج الاولاني ده، مخرج التعلم رقم واحد ده يجهز مكان العمل، ايه المعايير الاداء اللي الطالب لازم يشتغل بيها؟ يبقى معيار الاداء علشان يبقى جدير في هذا المخرج ده لازم علشان الولد يبقى جدير في ان هو يجهز مكان العمل وفق معايير اداء محددة، لازم يشتغل وفق معايير الاداء اللي موضوعة في الوحدة دي. ايه هو معيار الاداء؟ هو المسطرة اللي هقيس عليها مستوى الطالب. يبقى ايه هي بقى المعايير اللي انا هقيس عليها ان هو هيجهز مكان العمل بكفاءة؟ ان هو هيضبط ارتفاع التسجة للمستوى المطلوب، يضبط ارتفاع المنجلة للمستوى المطلوب بتاعه، يتحقق من توافر الشروط الامنية داخل مكان العمل. يبقى انا دلوقتي لما بيديني مخرج تعلم اعلمه لولادنا بيديني ليه معايير اداء،
يبقى أنا دلوقتي الوحدة بتاعتي لما بتديني مخرج أعلمه للطالب بتديني معايير الأداء اللي هعلم بيها الطالب. يعني المخرج ده لو ما تنفذش وفق معايير الأداء ديت يبقى الطالب بتاعي غير إيه؟ غير جدير. يبقى أنا بالنسبة لي لو مخرج التعلم بتاعي لم ينفذ وفق معايير الأداء الموجودة بالوحدة يبقى الطالب غير جدير وله فرصة أخرى لإعادة هذه المهارة مرة أخرى حتى ينفذ المهارة بتاعته وفق معايير الأداء اللي موجودة فين؟ في الوحدة بتاعتنا. يبقى أنا عندي الوحدة في دليل المعلم هلاقي حاجة اسمها مخرج التعلم. مخرج التعلم ده هو ناتج التعلم اللي أنا عايز الطالب يخرج بيه من الوحدة، يعني الهدف الأساسي اللي أنا عايز أعلمه للولد لما يخلص الوحدة دي يكون اتعلم المخرج ده، يعني خرج من الوحدة بتعلم هذه المهارات. طيب المهارات ديت علشان أعلمها لولادنا لازم تبقى موافقة لمعايير أداء محددة. طب معيار الأداء بتاع المخرج ده اللي هعلم عليه الطالب فين؟ موجود في الوحدة. كل مخرج ليه مجموعة من معايير الأداء. طيب معايير الأداء دي علشان أقيم الولد عليها وأقول إن هو نفذها أو ما نفذهاش أعملها إزاي؟ قال لي إحنا عندنا حاجة اسمها أدوات التقييم. ماشي، ايه هي ادوات التقييم؟ قال لي عندنا حاجه اسمها دليل تساؤل وعندي حاجه اسمها دليل منتج ودليل اداء. ايه الكلام اللي انتوا بتقولوه ده؟ دليل التساؤل هو الاختبار، لو حطيت مجموعه اسئله كده في ورقه وسالت الولد فيها ده كده اسمه دليل تساؤل. اسمه ايه؟ دليل تساؤل. طيب لو عملت بنود المعايير الاداء اللي انا عايزاها في بطاقه وقفت وهو الولد بيبدأ ينفذ المهارة بتاعته أقيمه على خطوة خطوة من خطوات أداء المهارة بتاعته وفق المعايير محددة والمعايير دي كتبتها في بطاقة، هذه البطاقة تسمى دليل أداء. دليل أداء يعني بطاقة ملاحظة، يعني بطاقة إيه؟ ملاحظة. طيب يبقى أنا لو أنا هقيم ببطاقة ملاحظة البطاقة دي تحتوي على مجموعة من معايير الأداء يبقى ده اسمه الأداة ديت اسمها ايه؟ دليل أداء. إنما لو أنا حطيت مجموعة من الأسئلة في ورقة وبدأت إن أنا أقيم ولادنا عليها يبقى ده اسمه دليل تساؤل. دليل تساؤل. طيب لو الولد عمل المنتج بتاعه تمام وأنا عايز أصحح المنتج بتاعه ده بصححه في ايه؟ بصححه في حاجة اسمها دليل منتج. يبقى معايا بطاقة تانية، البطاقة دي فيها خطوات التنفيذ، الأبعاد اللي هينفذ بيها المنتج والشكل المطلوب بالظبط لتنفيذ المنتج. الأبعاد دي لو الطالب نفذ المنتج والدهوني وأنا مسكت المنتج قست جميع الأبعاد اللي موجودة فيه وشفت الشكل بتاعه بالظبط موافق للرسم التنفيذي يبقى في الحالة ديت الأبعاد والشكل معمولين بدرجة وفق المعايير المطلوبة، يبقى في الحالة ديت أنا كده خدت دليل إيه؟ دليل منتج. يبقى أنا لو استلمت منتج ده الدليل بتاعي على إن هو نفذ المهارة ومعايا منتج. طب أنا عايزة أقول دليل تاني ينفذ بالمهارة اللي هو دليل الأداء. دليل الأداء هو عبارة عن بطاقة ملاحظة بنضع فيها معايير الأداء المطلوب لتنفيذ المهارة بتاعتي. بطاقة ملاحظة بنضع فيها معايير الأداء المطلوبة لتنفيذ المهارة بتاعتنا. تمام؟ طيب وإيه هو بقى دليل التساؤل؟ دليل التساؤل ده هو عبارة عن الاختبار اللي هو عبارة عن اختبار تحريري أو اختبار شفوي. طب أنا عايز أعرف في الحالة دي أنا وثقت عن طريق دليل أداء ودليل منتج ودليل تساؤل، هل أنا عندي طرق أخرى للتوثيق؟ عندي طرق أخرى تسمى طرق التوثيق الداعمة مش الأساسية، دي طرق داعمة للتوثيق. زي إيه؟ زي الصور وزي الفيديوهات. والفيديو هنا بيبقى يعني حاجة بتبقى كويسة جدا على أساس إن لو طالب جه تظلم من نقطة من نقط الاختبار إن هو ما اكتسش فيها ليه
فالفيديو بتاعه هيبين له طريقة اختباره وطريقة أدائه أثناء الاختبار، فبالتالي هيبين فين النقطة اللي هو محتاج تحسين فيها، ويبدأ إن هو يتعمل له خطة تحسين لتنفيذ المهارة دي مرة تانية، بحيث إن مستواه يوصل لمستوى المعيار المطلوب للأداء. يبقى احنا عايزين في التقييم الطلبة بتاعتنا كلها تقيم وفق معايير الأداء، ومستواها يوصل ان هي تؤدي وفق معايير الأداء الموضوعة في الوحدة بتاعتنا. تمام، نبص مع بعضينا كده تاني على دليل المعلم اللي قدامنا ونشوف محتواه ايه. احنا قلنا ان احنا عندنا المخرج بيبقى ليه معايير أداء، ومعايير الأداء ديت بيبقى في حاجة اسمها أدلة التعلم. بيقول ان المخرج ده هو مطلوب دليل أداء O. الاو ديت اختصار لحاجة اسمها observation، يعني دليل الأداء اللي هي بطاقة الملاحظة. observation يعني ملاحظة، يعني انا مطلوب في المخرج التعلم اللي فات ده ان انا اقيمه ببطاقة ملاحظة. ايه كمان؟ قال لي الدليل ده ممكن ان انا اعمل له دليل تساؤل. قال لي ان ده موجود في مرفق رقم ايه؟ رقم واحد. معنى كده ان دليل المعلم بيحتوي على مجموعة من المرفقات اللي هقيم فيها. ننزل بقى نشوف كده دليل التعلم بتاعي بتاع مخرج رقم واحد المرفق بتاعه هيكون شكله ايه. بص على بطاقة الملاحظة للمرفق رقم كام؟ رقم واحد. المرفقات دي حضرتك بتستلمها علشان بنقيم الطلبة من خلالها. طب المرفق بتاعي انا باجي اهو مرفق رقم ايه؟ رقم واحد. مرفق رقم واحد هو قال لي دليل اداء، وفعلا هو طلع دليل ايه؟ دليل اداء. دليل الاداء ده يعني بطاقة ملاحظة. بطاقة الملاحظة دي بتحتوي على ايه؟ بتحتوي على اسم الطالب، بكتب اسم الطالب، بكتب اسم السنة الدراسية، المخرج رقم واحد، بكتب المعايير اللي انا هبدا اقيم عليها الطالب بتاعي، وهبدا اشوف مستوى لا يجتاز. تمام، ده كده شكل المرفق اللي ممكن ناخده علشان نقيم بيه الطلبه بتاعتنا. من هنا احنا قدرنا نعرف ان دليل المعلم هو ده الدليل اللي انا بشتغل بيه مع الطالب طول السنه، وبيحتوي على مخرجات التعلم، على معايير الاداء، على ادله التعلم. وبكده وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا الجميلة. أشكركم وأترككم في رعاية الله وأمني، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا لحضرتك.